مواكبة لإجراءات الحجر الصحي لمكافحة وباء كورونا، تستمر مؤسسة اتصالات الجزائر في العمل على توفير خدمات الهاتف والأنترنت لضمان تواصل الجزائريين في هذه الظروف الاستثنائية. أول يعني عملية قمنا بها هي تمكين مواطني ولاية البليدة من استمرارية خدمة الأنترنت دون تعبئة رصيد الأدياسال إلى غاية انتهاء مدة الحجر الصحي الكامل. بالنسبة لولايات الأخرى عبر التراب الوطني، يعني تفادينا قطع شبكة الهاتف الثابت، يعني حتى ولم يدفع الزبون الفاتورة، يعني الاستمرارية مضمونة لخدمة الهاتف الثابت. وقمنا كذلك بتمديد مدة صلاحية التعبئة ريشارج مود سيكور اللي يعني ولات 96 ساعة، يعني 4 أيام، واللي تسمح للزبون باش يستفاد من تسبيق ريثما يعني يقتني بطاقة لتعبئة الرصيد. ولتشجيع المواطنين كذلك والزبائن خاصة لعدم التنقل إلى الوكالات التجارية، يعني وضعنا في متناولهم عدة إمكانيات للقيام بعمليات تجارية دون التنقل، منها الدفع عن بعد. تذبذب شبكة الأنترنت مع بداية الأزمة الصحية مرده توسع فترة ذروة الولوج إلى الخدمة نتيجة بقاء الجزائريين أطول فترة ممكنة في بيوتهم، وهو ما يفسر التزايد المستمر للاستهلاك اليومي. هي سيدي مومون كاين دي زور دو بيك، وهذا فينومين عالمي. في لي زور دو بيك كما قلت، لي زور دو بيك اللي كانوا افون يطولوا زوج سوايع كي كثر 3 سوايع، دوك ولا يفوق 10 سوايع. اللي كانوا يتكونيكتيو بروغريسيفمون دوك ولاو كاع او ميم طون. سي كيما راكم تشوفوا هنايا، سي بلوس دو 1,600,000 ابوني كونيكتي سيمولتانيمون. وهذا الفينومين هذا لاحظناه مع الكونفينمون. خدمات الانترنت والهاتف من المفاتيح التي تساهم في التقليل من الملل الذي يفرضه الحجر المنزلي، وهو ما يضع على عاتق مؤسسة اتصالات الجزائر مسؤولية أكبر لضمان خدمة عمومية خلال هذه الفترة.